هو أحد أهم مؤلفي الموسيقى التصويرية في مصر والعالم العربي. بدأ عشقه لعالم الفن والموسيقى منذ سن صغير، واستمر معه هذا العشق ليتطور إلى هواية استمرت طوال مرحلة الطفولة والشباب، وتحولت بمرور السنوات إلى احتراف لفن الموسيقى كعازف ثم ملحن ومؤلف للموسيقى التصويرية، ليصبح اسمه بعد سنوات طويلة من العمل والاجتهاد ضمن أهم الموسيقيين أصحاب البصمة الخاصة. إنه الفنان ومؤلف الموسيقى التصويرية عاشق النغمات الموسيقار نبيل علي ماهر. الموسيقار والمؤلف الموسيقي نبيل علي ماهر من مواليد الجيزة في 8 أغسطس 1954، عاشق الموسيقى منذ سن صغير، وظهرت موهبته في العزف مبكرا. كون مع أصدقائه من محبي الموسيقى أول فرقة موسيقية عام 1970 بعنوان بلاس فايف. تنقل بين أكثر من فرقة موسيقية كعازف أورج متميز، وكان دائما في الصدارة بين أبناء جيله وعلى درجة عالية من التمكن والبراعة. حصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، والتحق بالدراسة في الكونسرفاتوار، ولكنه لم يكمل دراسته. تميزت مؤلفاته الموسيقية بفهم كبير للموسيقى الغربية وقواعد الهارموني، بالإضافة إلى وعيه التام بقواعد الموسيقى الشرقية. تمكن من التلون والمزج بين الشرقي والغربي، وقدم أعمالاً فنية متميزة تحمل توقيعه الخاص. عمل لفترة في مجال الإعلانات، كما قام بتلحين بعض الأغنيات. قام بوضع الموسيقى التصويرية لعشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية وكذلك الإذاعية. قام بوضع الموسيقى التصويرية ل 44 فيلم سينمائي، منها كريستال، سوء النسا، يا تحب يا تقب، حسن اللول، عيش الغراب، اضحك الصورة تطلع حلوة، سوء المتعة، عبود على الحدود، الناظر، صعيدي رايح جاي، ابن عز، محامي خلع، ميدو مشاكل، عسكر في المعسكر، عوكل، أريد خلعا، عودة الندلة، جعلتني مجرما، عبد مواسم، أيظن، مرجان أحمد مرجان، عمر وسلمى بأجزائه الثلاثة، الدادة دودي، البي رومانسي، وغيرها. في مجال الدراما التلفزيونية قام بتأليف الموسيقى التصويرية لثمان مسلسلات، وهي رحلة لذيذة، طريق السراب، جسر الخطر، أحلام مؤجلة، نور الصباح، سيت كوم تامر وشوقية لموسمين، هالة والمستخبي، وأزمة سكر. في مجال المسرح قام بوضع الموسيقى التصويرية لعدة مسرحيات، منها 10 على باب الوزير، قصة الحي الشرقي، فارس إيد الهون، عفروتو، وغيرها. في مجال الدراما الإذاعية شارك في وضع الموسيقى التصويرية لعدة أعمال، منها عفريت الهانم، عيلة البرنس، لما بابا ينام، بيتك بيتك، ورانا على المأذون، شروات على الإنترنت، مبروك جالك قلق، مش ألف ليلة وليلة، عيد في ريال مدريد، السندباد عماد، على شط بحر القلق، وغيرها من الأعمال. كما قمت بالاتجاه لتلحين عدد من الأغنيات إلى جانب التأليف الموسيقي، جه إزاي برضه أو إزاي حضرتك اتجهت إليه؟ شوفي، هو أنا طبعا كنت عايز ألحن في الأول وأغاني يعني. وبعدين لقيت إن سوق التلحين صعب، فقلت طيب أنا أقدر أوزع، فأوزع الشغل بتاع الأغاني ده، وابتديت أوزع لبعض الناس الملحنين يعني الزملاء، على أساس طبعا أنا كان هدفي إن أنا المغنيين والمنتجين يبتدوا يشوفوا قد إيه أنا بعمل شغل كويس، وأقدر أنا ألحن بعد كده وأوزع لنفسي وكده. الحكاية دي ما حصلتش، الحكاية استمر التوزيع، وأياميها كان الموزع ما ياخدش أي كريدت، اللي بياخد الكريدت أو التقدير هو الملحن. فبعد شوية لقيت إن المسألة مش عادلة ليا، يعني أنا بعمل مجهود ينسب لآخرين يعني. واصطدمت مع ناس كتير من أشهر المشاهير يعني في الحكاية دي، قلت لهم أنا مش عايز أقعد أوزع لكم، يعني أنا من حقي إن لو أنتوا شايفين إن أنا الشغل اللي أنا بعمله ده كويس، أنا لحن بقى شغلي وبتاع. ما
ممكن. انا لحنت حاجات لمشاهير ناس كتير قوي ورفضوها لانها شيك قوي، مع ان هم المفروض انهم شيك قوي يعني، بس ات سيمز انها كانت، هم قالوا لي كده بالنص واحد يعني مهم جدا يعني، قال لي مش هقول اسمه طبعا، قال لي لا دي شيك قوي يعني، مش هقدر اغنيها ده اتفاقا مع مقولة الجمهور عايز كده، فهم شايفين ان ده مش هيتناسب مع الجمهور. هو كونسبت ما تعودنا عليه يعني، هو تعود على حاجة معينة. انت عارفة زي مثلا ما في فنانين كتير قوي ممثلين مثلا موهوبين جدا، انما زنقوا نفسهم في دور معين طول عمرهم. صحيح. عشان خايف لا يسقط. هو ناجح كده فهيكمل كده. حاجة شبه كده، هو الأغاني بتاعته ليها ستايل معين، لما تخرجيه من الستايل ده مش كل المغنيين يقدر ينوع ويخرج ويجرب وبتاع، اللي عمل كده ناس قليلين على فكرة في الدنيا يعني، إنما الأغلبية بيبقى نمط. بالنسبة لحضرتك تلحين الأغاني، التأليف الموسيقي، العزف، هل بتتساوى مع بعضها في الإمكانيات اللي بتكون بتطلبها من أي إنسان ولا بتختلف؟ لا شوفي، هو أولا الموسيقى البحتة أرقى شوية من الأغاني. ليه؟ لأنها مش معتمدة، أنت من العدم كده بتطلعيها من مفيش. الأغاني ليها في كلام برضو، له وزن وله إيقاع، ويعني بيقودك برضو في سكه معين. إنما كمان الموسيقى البحتة ليها مميزات، غير أنها صعب يعني متميزة في الخلق بتاعها، لانها هي بتخليكي ما تتعامليش مع اليمنتس تانية، عناصر تانية، مع ناس تانية. يعني انت ممكن تغني اغنيه حلوه قوي، تلحني اغنيه حلوه قوي، وتديها المغني يبوظها لك مثلا، او ما يغنيها لكيش بالطريقه اللي انت عايزاها، بلاش يبوظها لك. فالحكايه دي لانه في حد تاني. الموسيقى البحته ما فيهاش كده، الموسيقى البحته انا بعمل الموسيقى زي ما انا عايز، مسؤول عنها من الاول. انا مسؤول عنها. حتى لما كنت في الاول بحاول اجيب آلات حقيقية وأوركسترا بجد وبتاع، كنت بصطدم برضو بالحكاية دي، لأنه أنا بحاول أبقى مختلف. عندي موسيقتي تبدو سهلة بس هي صعبة شوية، فيها سينكوبات كتير، إيقاعها سلالمها صعبة شوية. فكان في العصر الذهبي للتسجيلات يعني، كانوا الموسيقيين مستعجلين جدا، مش ما عندوش وقت يتمرن هو ولا يحق، وجاي ينحت يلعب بالنص كده، يلعب ساعة ويخلص ويقبض ويمشي يروح استوديو تاني، من استوديو لاستوديو لاستوديو لاستوديو. كان زمان كده. فأنا مش نافع، ما هو لو ما اتمرنش هيلعب وحش، هيبوظ لي المزيكا. فأنا اصطدمت برضو مع ناس زملاء كتير جدا بسبب الحكاية دي، ناس فطاحل يعني، أنا مش طبعا مش لا أجرؤ إن أنا هقول لك أساميهم إنه ما ينفعش، إنما دي حقيقة هم عارفينها. يعني هم عارفين، لأن أنا ما بكذبش ودي حقائق حصلت فعلا. هو مش مسألة إنه هو شاطر قوي ومعاه جاي معاه دكتوراه من النمسا ومن موسكو ومن فيينا، انما لانه المزيكا سهله ما بقاش يتمرن. فلما اتعود بقى انه بيشتغل كتير وبيلعب سهل وبتاع، لما تيجي تلعبي له حاجه صعبه شويه مش عايز يتمرن، مش فاضي، بتعطليه انت على الفلوس اللي بياخد. شيء مهم طبعا، مهم اساسي جدا بالنسبه لي. فطبعا اصطدمنا. الفرق الموسيقيه في الوقت ده قدرت ان هي تخرج كوادر موسيقيه وفنيه يعني بشكل منفرد او بشكل يفيد الحاله الفنيه في الوقت ده؟ طبعا، ده مؤكد. الفرق الغربي هي اللي طلعت، انا بس يعني هقول لك شويه اسامي مش على سبيل الحصر، لان انا طبعا على سبيل المثال على سبيل المثال، لان انا لازم يقع مني اسامي كتير قوي. انما عمر خورشيد طبعا، عمر خيرت، عزة أبوعوف، هاني شنودة، سمير حبيب، وناس كتير قوي بقى يعني، ناس كتير جدا زملاء حاليا برضو ابتدوا فرق غربي يعني. ناس كلهم موسيقيين محترمين جدا، واصل هو الموسيقى الغربي بيتعلم حاجات مهمه جدا للموسيقى يعني. حتى خريجي المعاهد الموسيقى العربية بيبقى متفوق في حتة، إنما ناقصه حاجة تانية. وبرضو بتاع الكونسرفاتوار على فكرة بيبقى متفوق في حتة بس أكبر شوية، إنما برضو ناقصه هو الكومبينيشن ده، هو اللي
اللي بيغوص فيه بقى من في اللي بيلعب في فرق كتير وبيطلع اغاني مختلفه وبيعمل ده، هو اللي بيقدر لو عنده الكونسرفاتوار يقدر يكتسب التاني بسهوله ويبقى عنده الاثنين، والعكس برده بس اقل شويه. انا طبعا نسيت يعني واحد من اهم الناس اللي كان ليها كمان مش بس اثر الحياه الفنيه، ده كان له دور في تكوين الشخصيات اللي انا قلت عليها دي اللي هم هو كان اكبر منهم شويه فاحتضن الناس منهم وله ايادي بيضاء عليهم جدا، الفنان طبعا الرائع يحيى خليل. طبعا موسيقاري هو كمان استاذ، يعني مش بس موسيقى في الموسيقى، يعني هو استاذ في الحياه انسانيا. انسانيا ويقدر يحتوي، يعني هو احتوى ناس كتير قوي وساعدهم وعمل لهم يعني له ايادي بيضاء على ناس كتير قوي. ربنا يديله الصحه. تميزت مؤلفاته الموسيقيه بفهم شديد للموسيقى الغربيه وقواعد الهارموني، بالاضافه الى وعيه التام بالموسيقى الشرقيه، فكان يحرص دائماً من خلال أعماله على المزج بين الشرقي والغربي بأسلوب جميل وممتع، ليصل العشاق الموسيقى الشرقية والغربية على حد سواء. الموسيقار الكبير الأستاذ نبيل علي ماهر، ليك طابع خاص في المزج ما بين الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية. حضرتك تفضلت وقلت إن إحنا لينا طابع بيختلف عن طابع الموسيقى الغربية، لكن البعض بتكون ليه القدرة على المزج بينهم، وحضرتك بالفعل كان ليك الطابع الخاص في هذا المزج. الموضوع ده جه ازاي؟ هو جه لانه بطبيعة تكويني ان انا بسمع انواع مختلفة من انا صغير قوي. اكتشفت حتى قبل ما اتعلم الموسيقى يعني انه في فروق في انغام معينة ما بتطلعش على البيانو ولا على الاكورديون ولا بتاع، لانها فيها اكتشفت بعد كده انها فيها ربع تون. في الاول ما كنتش اعرف يعني ايه ليه المنشطرات دي تطلع، يعني انا بطلع اي حاجه، اشمعنى الحاجات دي اللي مش عارف اطلعها، فيها نشاذ فيها مش مظبوط. اكتشفت بعد كده ان دي حاجه اسمها ربع تون، واكتشفت بعد كده ان الربع تون ده برده درجات، يعني الفاضيز الربع بتاع مثلا محمد عبد الوهاب غير الفاضيز الربع بتاعت ملحن تاني. عبد الوهاب عنده ربع تون محدد كده مختلف خاص بيه، خاص بيه. كان بيطوعه في الحان اغنياته. يعني لما اكتشفت ان ربع تون مثلا لو نتصور ان المسافه بين النص تون والنص اللي جنبه 100 درجه، فلو تجيبيها في النص 50 كده ناقص 50 تبقى هي دي الربع تون. عبد الوهاب لا، عنده حاجه تانية. وتلاقيها لو انت موهوبه قوي تقدري لو اتعملت 50 تلاقيها مش مظبوطه، مش معفوقه زي ما بيقول، مش دي الربع تون بتاعت عبد الوهاب. فكل الحاجات دي اكتشفتها وانا ماشي من غير ما اتعلمها، اتعلمتها بعدين. انما انا اكتشفتها قبل ما اتعلمها الحقيقه. الموسيقى التصويريه في الخمسينيات والستينيات كان ليها دور كبير جدا في الاعمال الدراميه، وكان ليها روادها في هذا الموضوع. اختفت بعد كده او قلت الى حد ما، ليه؟ ايه السبب؟ والله غضب من عند ربنا والله. يعني انا مش عارف ايه السبب. السبب طبعا انه في الناس دي كانت فطاحل جامده جدا وكانوا ما بيهزروش وموهوبين جدا وماتوا. ليه ما طلعش غيرهم بقى؟ ده سؤال مهم جدا. يعني ليه حصل؟ طبعا انا عارف انا نسيت، بس النكسه سنه 67 عملت هزه رهيبه في المجتمع. رهيبه فوق ما اي حد يتخيل. انا انتوا يمكن ما كنتوش لسه اتولدتوا، انما انا كنت صغير كده عندي بتاع 13 سنه، كنا عايشين في كلام مقتنعين بيه على انه يعني مؤكد، يعني اكتشفنا زيف وانه مش صحيح، وصحينا على كابوس الكلمات صعبه توصفه. المجتمع اتدمر من داخله وما يؤمن بيه اتهز هز رهيب، والناس سابت البلد ومشيت، والاجانب مشيوا. اجانب مشيوا، مهمه قوي كمان الحكايه دي. لانه كان في اجانب، كان زمان قبل 67 الفرق كلها الغربي كلهم اجانب. ايوه، هم دول علمونا يعني وخلونا برضو نبص لهم على انهم كان ليهم دور في الوقت ده. وطبعا الموزعين الموسيقيين اللي عملوا الموسيقى التصويريه زي اندريا رايدر وعلي اسماعيل وابراهيم حجاج
وابراهيم حجاج وفؤاد الظاهري وبيبي المانزا، دول لاحظي في منهم اتنين تقريبا خواجات يعني، هم مصريين اه انما هم من اصل اجنبي، بيبي المانزا واندريا رايدر عمهم كلهم طبعا اندريا رايدر. وفي ناس مصريين زي علي اسماعيل وفؤاد الظاهري وكده. الناس دي عملوا بصي الوسط اياميها كان فيه اتقان. هو مشكله المصريين ايه دلوقتي او في الفتره اللي حصل فيها الانهيار ده، انه الاتقان ابتدى يقل. يعني هو العمل المصري موهوب جدا وذكي جدا وشاطر جدا، وايه دي يمكن انت عارفه التلميذ لما يبقى بيفهمها قبل ما تطير كده فهمها وهي طايره، ما بيذاكرش كتير لانه بينجح وشاطر وبتاع بيقعد يلعب بقى وبتاع. فالفهلوه، الفهلوه دي والذكاء والموهبه والبتاع دي نعمه، بس لو وظفتيها بالعلم والمجهود والبتاع تعملي بقى يكسل، تعملي انجاز فظيع. انما تستسهلي وتعتمدي على ذكائك وفهلوتك، وهو المصريين فقدوا الاتقان صحيح في كل حاجه بقى، مش بس في على مدار السنين يعني. حتى تلاقي النجارين بتوع زمان احسن من دلوقتي، واللي بيشتغلوا الصناعيه عموما، فاهمه ازاي؟ الحكايه دي لازم ترجع تاني. انا بمناسبه ان انا ذكرت من فتره قريبه كان في برنامج كده واوركسترا وبتاع، الحقيقه حاجه مبهره قوي. ليه بقى؟ لانه مش بس حاجه عرفتنا على موسيقات قديمه وكنا ناس كتير ما تعرفهاش وناس كتير نسيتها وبتاع، لا كان في حاله من الاتقان والجوده، ناس متميزين بجد، العازفين متميزين، الاوركسترا رائع، القائد اكثر روعه، في حاله اتقان، وهذا ما نفتقده احنا. مساله بس ان احنا نذاكر شويه ونبذل مجهود شويه، نتقن نتميز على طول، ما فيهاش فصال في اي حاجه مش بس في الفنون. التكنولوجيا الحديثه ساهمت في العديد من المجالات واثرت بشكل كبير ايضا في الموسيقى، واصبح هناك حاله من التطور التكنولوجي في عالم الموسيقى. حضرتك شايف التطور ده ازاي؟ هل ساهم بايجابيه؟ هل ليه بعض السلبيات؟ رؤيتك ليه؟ هو طبعا ساهم بايجابيه في جزء وساهم في سلبيات كتير في جزء تاني، لانه هو سهل حاجات كتير، فأصبح الموضوع أسهل للمبدعين. إنما كمان سهل لأنصاف الموهوبين صحيح إنه يشتغل ويعمل إنتاج ما هوش على المستوى الكويس، ويلاقي مع الانهيار الثقافي شوية والانهيار الذوق العام ابتدى يبقى له دور برضو كبير. إنما هي عموما أي تكنولوجي ليها دايما حاجات سلبيه وحاجات ايجابيه وحاجات سلبيه، ده عموما، ودايما بتلاقي الناس اللي بتحاربها في الاول. التغيير عموما ما حدش بيحبه يعني لما ابتدوا يمنتجوا، كانوا زمان بيمنتجوا على المافيولا اللي هو الشريط 24 ميلي، وابتدوا يعملوا بقى المونتاج ديجيتال على لايت ووركس وعلى افيد وعلى بتاع، الدنيا قامت واتقلبت وبتاع بمقاومه. لما عملوا العربيات النص نقل والتمنيه وبتاع بدل الكارو بتوع الكارو، عملوا مش عارف ايه، لما جابوا السيكونسر والكمبيوترات في المزيكا، النقابه بعتت لنا ورقه كده تبشرنا بالويل والثبور وعضاء الامور لو جرؤنا والعبره بالالات دي، واللي هيتظبط بيستخدم الالات دي هيتفصل من النقابه وبتاع. ورحنا كلنا النقابه، انا وعمار الشجاعي الله يرحمه ومودي امام وناس كتير قوي يعني مش فاكر طبعا مين بالظبط، وعملنا خناقه كبيره جدا في النقابه وانتصرنا طبعا، لانه انا دلوقتي برسم، انت بتجبريني ارسم بالزيت، انا عايز ارسم بالفحم، عايز ارسم بالرصاص، عايز ارسم بالطوب، الوان جواش، انا حر، انت مش عاجبك ما تشتريش اللوحه اللي انا بعملها، ده فن. انا بعمل مزيكا وحش ما تشتريهاش. الجديد بيهاجم دايما في يعني في 80-90% بيهاجم من اللي هم بتوع القديم، اللي هو مش عايز يتطور، هو شاطر في الحته اللي هو فيها، حصلت حاجه جديده هو رافضها، هو من غير ما يعني. طب ما
الجديد ده محتاج تأهيل معين علشان يكون مفيد زي في الموسيقى التصويرية للأعمال. حضرتك شايف ان التكنولوجي ممكن يكون مفيد لما الإنسان يكون مدرب ومؤهل لاستخدامه؟ طبعا مش عايزة كلام. احنا اولا في الاول خالص انا شخصيا انا مش من الجيل الرواد ولا حاجة، انما الاول ما ابتديت اعمل الموسيقى التصويرية كنا بنكتب الشرح التفصيلي للمشهد على في بلوك نوت. الست دخلت وبعد 3 ثواني اتفتح الباب فاتخضت وجريت وشعرت بخوف شديد، وبعدين بعد 7 مش كده، ونشتغل على هذا الوصف التفصيلي في اللي كاتبينه في النوت. بعد كده اخترعت الهاندي كام، كاميرا كده صغيره وبتاع، كنا نخش بيها لانه ممنوع نصور الفيلم في مدينه الانتاج، او يعني ما كانش مدينه الانتاج، كانت استوديوهات في الهرم يعني في استوديوهات السينما. فكنا نخش نزال حراميه معانا، طبعا كلنا حراميه مع بعض يعني انا المخرج والمنتج والبتاع، داخلين معانا هاندي كام نصور المشهد. الفيلم من على المافيولا على المشهد عشان نشتغل عليه بالصوره، نبقى شايفين الفيلم واحنا بنشتغل طبيعي. زمان ايام اندري رايدر كانوا بيخشوا بعد ما يكتبوا الفيلم بتاعي يخشوا يعرضوا الفيلم على شاشه كبيره ويعرضوا ويلعبوا لايف ويسجلوا وهم بيتفرجوا على الفيلم. طب ليه ما بنصورش الفيلم يا جماعه رسمي؟ ليه حسسونا ان احنا حراميه ليه؟ قال لك عشان الفيلم ما يتسربش. طيب تاهت ولا ناه، نجيب ورقه مثلثه كده صغيره وامضي عليها امضتي بتاعت البنك والزقها في كورنر بتاع الشاشه وانا بصور، بعد ما اخلص تصوير اخد الورقه دي اقطعها، الفيلم اللي هيطلع عليه المثلث ده ابقى انا اللي مسربه. ما رضيوش، ما اعرفش، مش همتنع عن اكمال الاجابه ليه ما وافقوش. بس بعد كده بقى ابتدى الفيلم يبقى ديجيتال، ما بقاش فيه مافيولا، فبقى يجي لنا على سيديهات نحطه على الكمبيوتر ويبقى معانا بقى مظبوط. لانه حصل في مرحله المافيولا كمان انه الفيلم تشتغليه ويبقى مظبوط قوي ويجي يركب على الفيلم تلاقيه مش مظبوط، المشهد اللي كان 5 دقايق بيحصل اختلاف، بيحصل انه 5 دقايق و10 ثواني 5 دقايق وربع، وتقول لهم بقى يا جماعه السرعه مش مظبوطه، بيقول لك لا المافيولا دي 24 فريم في الثانيه دي ما فيهاش فصل. يا عم الصوت والصوره ماشيين مع بعض، يمشوا كلهم بسرعه يمشوا كلهم بشويش هيفضلوا مع بعض 24 ايه؟ المافيولا دي اتحرق الموتور بتاعها وتلف عند الحاج علي مش عارف فين وما بقتش سرعتها مظبوطه زي الاول. مفيش فايده. بصي اكنك بتكلمني في مقدسات. انا بقى طبعا ما بسكتش. كان عندي استعراض في فيلم كده طويل 6 دقايق وربع. انا عارف انه 6 دقايق وربع. اجيبه في اي فيلم هشتغل عليه مش اروح حاطط الشريط الاستعراض ده على المافيولا واقيسه بالستوب ووتش يطلع 6 دقايق، وما افهم الست دقايق وربع تبقى 6 دقايق، اشتغل على الفيلم وبعدين اغير سرعته كله بالمعدل النسبه الهندسيه دي يجي يركب. حلتها بس على حساب طبعا الاحساس. النهارده ده ما بيحصلش طبعا. بشخصية ودودة ومرحة وبموهبة متميزة وبتواضع يليق بفنان كبير، استطاع الموسيقار نبيل علي ماهر أن يكون له مع كل عمل فني بصمته الخاصة والمتميزة، سواء في مجال الدراما أو السينما أو الأعمال المسرحية والإذاعية. الموسيقار الكبير الأستاذ نبيل علي ماهر، حضرتك قمت بوضع الموسيقى التصويرية لعشرات المسلسلات يعني والأفلام أيضا، الموضوع ده يعني شفته إزاي؟ أقدمت عليه إمتى؟ إيه الإيجابيات الخاصة بيه أيضا؟ شوفي، هو الواحد وهو صغير ما بيخافش ويبقى عنده روح مغامرة كده وعنده حاسس بثقة بنفسه عايز يخش في أي حاجة يفوت في الحديد يعني ما بيخافش. كان عندك روح المغامرة؟ كان عندي طبعا ثقة بنفسي رهيبة وأنا أقدر أعمل أي حاجة، فكنت بخش وكنت بجيب بعمل نتائج مش بطالة. ومع التكرار بقى ومع الممارسة ومع الواحد بيزداد خبرة بقى ونتائجه بتتحسن. التكنولوجي بالمناسبة
مش بس سهلت ان احنا نتفرج على الفيلم ونشتغل عليه باكرت ويبقى مظبوط وسينك مظبوط لا احنا حصل لنا حاجات كتير قوي اثرت على الجوده. احنا صناعه الاعلانات مثلا افادت صناعه السينما والموسيقيين بشده. ليه؟ لان اولا كانوا بيجوا في الاول بمخرجين ومعدات من بره، لان في شركات مالتي ناشونال فجابوا معدات ما كناش بنعرفها، وابتدوا حاجه يعملوا حاجه اسمها سكورينج، يعني تعملي الاعلان على زي الكرتون كده مع المشي، تلاقي خطواته مع المزيكا مش عارف ايه. التكنيك ده ما كانش موجود بسهوله، ومررنا قوي عليه، فابتدى يبقى فيه نوع جديد من التكنيك في الافلام اكثر دقه نتيجه الخبره دي، وكاميرات وشريوهات وعدسات ويعني اضاءات، يعني حاجات كتير قوي اتقدمت. السامبلينج اللي هو تقليد الصوت الحقيقي بالكمبيوتر، الاول كان صوت الالات بيبقى ارتفيشال قوي باين قوي، دلوقتي ناس في بعض الالات يعني ما تقدريش تفرقي بين الحقيقي والمعمول سامبلينج، لانه ازدادوا قدره وبقوا تطور اكتر. يعني لو لعبتي بتكنيك الاله يكاد يكون يعني 2% في المية هيعرفوا ان ده مش آلة حقيقية، انما 98% مش هيعرفوا. وده فات في الموسيقى التصويرية أكيد الخاصة بالعمل، طبعا لو استخدم بدقة وموهوبين بيبقى طبعا ممتاز. حضرتك يعني عملت في كل الالوان الدرامية، المسلسلات، الاعمال الاذاعية، المسرحية، وتميزت فيها كلها، لكن بالنسبة لحضرتك شخصية بتفضل ايه؟ يعني لو تعرض عليك كل ده في وقت واحد، عمل موسيقى فيلم، مسلسل، عمل اذاعي، مسرحي، هتفضل ايه وليه؟ شوفي انا طول عمري حلمي كان يعني هو الافلام الميوزيكال او المسرحيات الميوزيكال، اللي هو كان موجود ايام سيد درويش، كان في مسرحيات ايام سيد درويش، صحيح. انا عملت مسرحيه من دول اللي هي قصه الحي الشرقي مع الاستاذ جلال الشرقاوي، وكانت تجربه لطيفه جدا. بس انا كنت نفسي ابقى اعمل افلام كتير ومسرحيات كتير من النوع ده، بس لم تتاح لي الفرصه لانها اولا مكلفه جدا جدا، يعني الفيلم الميوزيكال يكلف 10 أضعاف الفيلم اللي مش ميوزيكال، والثقافة عندنا ممكن مش مضمون نجاحه، يعني فالمنتج ما يغامرش بفلوسه، صحيح، بالدرجة دي عشان حاجة مش مضمونة يعني للأسف. بلس حاجة مهمة جدا انه الغنى والرأس والفنان الشامل ده ما عندناش كتير، يعني عندنا قليلين قوي اللي بيعرفوا يغنوا ويرقصوا ويمثلوا بجودة عالية، يعني دول قليلين قوي 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 يعني، فما بتلاقيش حتى كاستنج يعمل عمل من ده بسهولة. وبعدين بتلاقي مثلا ممثلة صوتها مش حلو بترفض ان يجي مغنية تعمل الغنى بتاعها، هي حاسة انها مشهورة جدا، ايه اللي تيجي يعني في كمية معوقات ساهمت في انه الاعمال دي ما تعملش. بس ده هو ده كان حلم حياتي. حضرتك كنت حابب عمل متكامل؟ كنت حابب ان انا اعمل اوبريتات ميوزيكال وافلام ميوزيكال، ويعني هو انا اعتقد ان انا كنت ممكن ابقى شاطر في الحكايه دي، بس طبعا ما اتحتليش الفرصه كتير، يعني طبعا اتحت لي في الفوازير حاجه شبه كده، وفي مسرحيه قصه الحي الشرقي، انما ما اتحتليش كتير يعني كان نفسي يبقى هو ده الاتجاه، يعني هو ده. لكن ما فيش نوعيه منهم بتمتاز بده، يعني الاعمال الاذاعيه، المسلسلات، الافلام، ما فيش فيهم حاجه بتمتاز بانها بتدي لحضرتك المساحه اكبر من غيرها في تنفيذ ده؟ يعني لما يبقى في استعراضات كتير، هو ما فيش في الافلام طبقا للعمل كتير. افلام كتير، يعني حتى الافلام اللي كان فيها استعراضات كتير ما وزعوا الاستعراضات على كذا حد، يعني مش انا عملت الموسيقى التصويريه واستعراض مثلا، انما كان في 3-4 استعراضات تانيين دوهم ل2-3 تانيين، فيعني ما خدتهمش انا كلهم. انما
عموما النوعيه دي مكلفه قوي زي ما قلت لحضرتك وما بتتعملش كتير وبالتالي ما اتيحش ليا. ما انا مش هاخد كل الاعمال اللي بتتعمل كده بس بما انها اصلا قليله فنصيبي منها كان قليل. الموسيقى التصويريه النهارده ايه العناصر او المقومات الخاصه بيها اللي تقدر تقدم عمل فيه اضافه وعمل ناجح ويلفت الانتباه ليها؟ شوفي واهم ثلاث حاجات او اربع حاجات ان اولا اللي بيعمل الموسيقى ده يكون موهوب ومخلص وشاطر حاجه واحده يعني. لما تجيبيه مش موهوب او مش مخلص او مش شاطر النتيجه مش هتبقى كويسه. نمره اتنين وهي ترقى على نفس تقريبا انه لازم ياخد وقته لانه لو ما شاطر وموهوب ومخلص وما عندوش وقت هو مش ساحر يعني لازم ياخد وقته. ودي عندنا برضو آفة السينما لانه بيحصل اولا معرفش ليه هم فاكرين المزيكا دي حاجه سهله انت بتقعد تمزك يعني وبتاع حاجه لطيفه تتسلى يعني هي ولاده متعثره جدا وبتبقى الواحد حاله يعني اقرب للجنون وممكن حد لو شافه ياخده يعالجه نفسيا يعني بيبقى منهار تماما وحاجه وحشه. هم مش فاكرين كده فاكرينها حاجه لطيفه يعني وسهله وظريفه. بيضيعوا وقت بقى في كل حاجه وهم بيكتبوا المفروض يخلصوا بعد 4 اشهر يقعدوا 7 8 اشهر وبعدين يجهزوا التصوير في شهرين ثلاثه يجهزوه في 6 7 اشهر وبعدين يعطلوا التصوير مش عارف ايه وتاخر وفي الاخر خالص بقى الفيلم هيتعرض ما هو انا معايا العرض فيجي لازم الموسيقى تخلص بيجور على وقت الموسيقى بيجور على وقت الموسيقى. المساله دي اي بي سي يعني الف ب الاتقان مش ممكن تطلعي ابداع وانت مزنوقه في الوقت مش ممكن مستحيل ممكن تحصل مره مثلا تيجي معاكي بالصدفه بالصدفه في 5 دقايق كده عملتي حاجه حلوه انما طبعا مش في فيلم في حته انما عشان تاخدي فيلم طويل او عمل طويل لازم تاخدي وقت لانه في احباطات كتير وفي بتعطلي يعني مش جايه الحكايه مش ماشيه فلازم تستنيها لما تيجي صحيح مش قرارات. لو دخلتي الصنعه اللي هي ممكن بقى بالخبره والصنعه والدراسه والبتاع بيبقى عندك صنعه طبعا انما ده كل ده على حساب الابداع يعني صنعه صحيح خلاص ما بقاش في كريش. بجمل موسيقيه معبره يمكنك ببساطه تمييز موسيقى نبيل علي ماهر داخل سياق العمل الفني حيث يشعر بها المتفرج كوسيلة أخرى ناجحة للتعبير عن الكثير من المواقف والأحداث وتكون عنصراً فنياً آخر موازي للحوار المكتوب مؤكداً في كل تجربة أن الموسيقى التصويرية أحد أهم عناصر نجاح العمل الفني وتميزه. موسيقار الكبير الأستاذ نبيل علي ماهر نوع الفيلم إذا كان فيلم كوميدي إذا كان فيلم تراجيدي وحضرتك قمت بعمل أعتقد أنه يعني كان بيضيف لهذه الأفلام أكيد طبعاً الكثير فطلع عليا كمان بقى يجيبوا لي كل الأفلام بقى الإيه اللي نص نص دي عشان أطلعها بقى ما أنا بعمل فيها شغل فالحكاية دي ضرتني قوي ضرتني جدا لأنها أولا ادت شكل مش لطيف ان انا بعمل افلام مش كوي يعني مش على المستوى وبعدين هربت مني الافلام الكويسه ما انا بقيت عندي السمعه دي ضرتني عملت لي طبعا فلوس اشتغلت كتير وعملت فلوس والحمد لله على برضو ده ما هو مهم جدا ما انا انما ما هو ما تقدريش تختاري غير كده يعني ما اقدرش اقول لك انا ندمان كنت قعدت من غير شغل يعني ما هو انا فنان برضو فاتح يعني بشتغل الحكايه دي مش بس فنان عشان انا اخد مهنه طبعا دي مهنتي لازم اشتغل واخد فلوس المعادله دي ارهقتك ارهقتني جدا.